بعد 3 أشهر من العمل المتواصل، تحالف جمعيات المجتمع المدني الذي يتبنى مبادرة تشاد من أجل الجميع يختتم برنامج حملاته التوعوية حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل ومدى تأثير الجمهورية الرابعة في التنمية الوطنية الشاملة. حيث قد شملت هذه الحملة مختلف طبقات المجتمع التشادي بالعاصمة أنجمينا. لقد شاركت جمعيات المجتمع المدني التشادي منها تجمع النجار في برنامج الإصلاح المؤسسي منذ تمكين اللجنة العليا المكلفة بالإصلاح إلى ميلاد الجمهورية الرابعة. تمثلت نشاطات هذه الحملة في الآتي: حفل جماهيري لانطلاق الحملة في فندق رادس الهدوء، لقاءات الشبابية، لقاءات مع عدد التجمعات والمنظمات النسائية، لقاء مع رجال الدين والجمعيات الدينية، مؤتمرات نقاش أهمها مؤتمر حول أداء القسم الدستوري، توعية القوى الحية في 10 دوائر العاصمة أنجمينا. هذه المبادرة لقيت إشادة وثناء من قبل رئيس لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الملتقى الوطني الشامل ووزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية الدكتور نور الدين دلوا كاسيري كوماكوي، وأكد بأنها مهمة جدا من أجل نجاح الجمهورية الرابعة التي أعطت مكانا للشباب والمرأة لممارسة دورهم الحيوي من أجل المساهمة في بناء تشاد التي نريد. كما حث الجميع على الاعتماد الكامل في شخص فخامة رئيس الجمهورية من أجل مستقبل تشادنا الحبيبة. واختتمت هذه المناسبة بتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ميلاد الجمهورية الرابعة.